سلمى وقت بدنا نوصف حدا قاسي بنقول عنه قاسي مثل الحجر. صحيح. ولكن اليوم ضيفنا قدر انه يجعل من الحجر البازلتي رغم قساوته لغه بتعبر عن الجمال والابداع ومعاني كثيره منها العظمه والقوه والرسوخ ايضا، واستطاع انه يخلق حاله من الصلابه مع لغه فنيه جماليه وخاصه جدا فيه. أكيد عفاف، عم نحكي عن السينوغرافي والنحات العالمي الفنان نزار بلال اللي استطاع طبعا رغم كل الظروف أنه هو يحفر اسمه على الحجر أو على أي مادة، استطاع أنه هو ينحتها وأيضا يوجد لغة فنية خاصة ضمن الأعمال الدرامية اللي تميز فيها وبمشاركته فيها، مو بس بمجال النحت والمعارض، وأيضا تواجد على الساحة الفنية والدرامية بأعمال متميزة وقدر يخلق جو مميز بكثير من الأعمال، إن كان مربى العز وأيضا حاليا تاج يلي عم نتابعه وغيرها من الأعمال. رح نتعرف على تجربته الإبداعية ونشاركه نجاحاته لهي السنة، وبصيرنا نقول له صباح الخير، رمضان كريم أستاذ نزار. رمضان كريم، فوت صباحك وصباح الخير. يسعد صباحك أستاذ نزار. خلينا بالأول نتعرف من حضرتك، كيف قدرت تتعامل مع الحجر البازلتي وتصنع منه هاي الحالة الإبداعية والجمالية؟ خبرنا عن هاي التجربة. هلا الحجر يعني خام من الخامات اللي بيستعملها النحات، وبالتحديد انتم ذكرتوا البازلت، لان احنا البازلت جزء من الحجار، يعني في الكراره، في الرخام، في الحجر العادي، اشتغلنا على الحجر المحلي التدموري كمان. الحجر له صياغه بالتعامل، بتعامل معه الحجر بيسمون طريقه التقشير او التعامل من الخارج الى الداخل، بعكس الصلصال اللي بنبني فيه بناء من الداخل، حاله بنائيه، اما الحجر حاله تهديميه من الخارج الى الداخل. يعني الفكره او بالاخر نحن بنقول نحن شكله مضمون. صح. الفن في شكله مضمون، فبحث الشكل، الشكل لما بيبحث عن اجمل صيغ او حالات للمعنى او للمضمون، في محطات كشف، محطات الكشف هي بنسميها فن، هي لحظات الكشف هي، فبهي اللحظات اللي بيكون عم نبحث عن الشكل الداخلي للمنحوته عم نوصل لصياغه المعنى نحن بهذا الشكل، ان كان حجر ان كان خشب، في نفس الاليه ونفس الذهنيه بالتعامل معها كخامه. اكيد استاذ نزار، حضرتك كنت ضيفنا بال 2018 تحديدا، كنا بدار الاوبرا وكنا عم نحكي عن اكبر عمل منحوتي كنت حضرتك بالوطن العربي كنت عملته، وحاليا نحن عم نشوف صور طبعا من بعض هاي الاعمال والمنحوتات، ولكن بما انه نحن بالشهر الفضيل ما فينا ما نمر على تجربتك المميزة بالدراما، إن كان بصنع البيئة بالديكور، وأيضا بحاليا اللي عم نشوف تاج للفنان تيم حسن، وخليني أقول مجسم المرجة القديم، خلينا نحكي عن هاي التجربة. لا بالمسلسل تاج أنا لي دور، أنا كاختصاص آسف رح أحكي شغلتين، أنا باختصاصي نحت دارس نحت وسينوغراف سينوغرافيا، يعني بالدراما بنسميه أرت دايركتر. بمسلسل تاج ما اشتغلت اير دايركتر، انا كنت فقط نحات، فاستعان في ادهم مناوي اللي كان عم يشتغل ديكور لاشتغل عنده عمود المرجه، لانه حجم ضخم، عم نحكي ب 15 متر ارتفاع، وبدنا خامه للدراما، اكيد بدنا خامه، ما انا خامه حقيقيه رح نشتغل، لانه مكلفه جدا جدا، ولكن طلعت طبقا للاصليه تماماً. يعني عطت نفس تماماً. الشكل حتى اساسي، ما بعرف اذا معنا صوره. اشتغلناها على نفس النسب والمقاييس، ورجعت على الصور الأساسية للفنان الإيطالي المكلف بتنفيذها أيام العثمانيين، ونحن مثل ما بنعرف المرجة هي للتلغراف، كانت مركز بس لما صارت طريق الحجاز، رجعنا لكل المراجع حتى بتفصيل الجامع مع التعديلات اللي صارت، هي فوق منحوتة أصغر جامع يمكن بالعالم، جامع يلدز بتركيا، انعمل بزمن شبه قياسي، يعني حوالي شهر، وكان معي مساعدين شيء 4 أو 5 اشخاص فقط، بس اشتغلنا بماده ستريبور على ليارات تجمعت وشاسيه هيكل معدني، وتلبست طبقه من الفيبر جلاس، طبقه من الفيبر. التعتيق يختلف درجه اذا انتبهنا شوي، اذا بين بكره بالمسلسل يختلف درجه، لانه الزمن تبعنا احنا 1940، فبين 40 وهلا في صار زمن تعتيق زمن. صحيح. زمان الطبيعي، فرجعنا على الشكل المتوقع كان كيف لازم يكون بهذاك الوقت، درجة اللون حتى التفاصيل يعني.
طبعا نحن عم نسمع وعم نشوف كثير اصداء عن الدقه بالديكور والنحت وكيف العالم شافوا دمشق من منظور اخر، يعني غير حارات قديمه وهي القصص. وطبعا هي مو تجربتك الوحيده استاذ ديزار، هلا انت بتطور تجربه سينمائيه مع الاستاذ المخرج باسل الخطيب. طبعا خلينا كمان نتعرف على هي التجربه. هلا بالنحت شيء بنسميه الفنون الفرديه، الرسم والتشكيل والنحت والحفر، هي فنون فردية. هلا الفنون الجماعية لها صيغ مختلفة. الفنون الجماعية بقى بنحكي على السمع البصري الحركة، ما فنون زمانية مكانية. هلا هون شوي وجهة نظر، ما بعرف قديش هي صح. هي الفنون الجماعية ذاتية الفنان ما بتظهر بشكل واضح مثل الفن الفردي، صحيح، لكن في بصمة، لازم يكون في بصمة تأثر، يعني البصمة الأساسية حتكون للمخرج حكما لأنه هو قائد العمل طبعاً. لكن في بصمة للفنان البصري أو الأرت دايركتر أو ما حسب المسميات. السينما أنا بشوفها أجمل بكثير من الدراما. ماني ميال للعمل الدرامي، أنا اشتغلت السنة الماضية مع الأستاذ رشا، اشتغلنا مربى العز، بس ماني ميال كثير لصياغته، لأنه عادة بيكون عم يصير شوي سرعة وشغل لشهر رمضان بالعموم. يعني السينما عم تكون أجمل، السينما عم تاخذ وقتها، يعني عم زمان السينما عم تشتغل بلوحة كأنك عم تشتغل بلوحة فنية، وهون قادرة تحطي من جواتك أكثر ما تحطي بالعمل الدرامي المسلسل. وعندنا المسلسلات ما عم تاخذ وقتها الكامل، تكون سريعة سريعة، بتفوت بكاميرتين، عم نلحق أكثر. أما بالسينما فهم يعني ما بجربتها أول مرة مع الأستاذ أيمن زيدان، عملنا فيلم أمينة، في خلق لوكيشن تشتغليه على مهلك، بتحطي مود بورد تشتغلي عليه بهدوء، علاقات اللونية، البيئة، ندرس البيئة صح. فعم يكون يعني عم يكون شغل شوي فيه مزاج أكثر. صحيح، يعني السينوغرافيا مثل ما حكيت أستاذ نزار هي بتخلق بيئة فنية متكاملة كاملة. يعني نحن ما فينا نقول أنه إلا هي جزء من عناصر الفيلم، يعني لما عم نحكي عن فيلم البيئة الفنية هي جزء. أحياناً كتير بيلجأ المخرج لحتى يعطينا إشارات من خلال السينوغرافيا، وعملها الفنان نجدة أنزور بفانيا، وتتبدد بدأ العمل كله باللوحة الفنية بين اختلاط الألوان مع بعض. قد ايه مهم هذا الشيء، واليوم كمان عم بتركزوا عليه اللي هو أصبح لغة، يعني اليوم لغة العصر أصبحت هي الصورة، مو بس الصورة، الصورة الرمزية. ما في داعي أنا مثل ما بيقولوا أعطيه بالمعلقة للمشاهد أو للمتفرج شو بده يشوف. هلا هون في تكريس ثقافة الصورة، لما بتتكرس ثقافة الصورة الدلالة بتصير إلى معنى واضح أكثر. خلينا نذكر شغلة صغيرة بشان توضيح الفكرة اللي حضرتك حكيتي فيها. بالشرق، فنون الشرق الأدنى كان عندهم مسرح حركي بالتأسيس بعكس مسارحنا. مسرح الحركة فيه إشارات ورموز، لما يصير الأداء الحركي كان فنون الكابوكي وكتاكالي والنهوة كانوا يعني بالإشارات، أنا أسف لحمل بعض، يعملوا حركة هي دلالتها كذا، فصار في تراكم ثقافي لمفهوم الدلاله والاشاره. صحيح. هلا نحن لما بتصير تكريس لهذا الشيء شوي بنصير نعرف انه مفهوم الى حد ما، انه انا ما نمع القواميس، بس فينا نقول انه فينا نشوف لون احمر تاتش، لون احمر بهي المساحه بالكادر، بفهم شو الدلاله الاشاره تبعها على سبيل المثال. فهي هي كمان ثقافه اجتماعيه شوي عم تتكرس عنا. فاهم دور هذا السينوغراف او الارت دايركتور، السينوغراف نقوله بالمسرح اكثر، يعني فدوره خلق هذه البيئه الكامله، بيئه الشخصيه، فضاء الشخصيه، فضاء العمل كاملا، فضاء العمل وفضاء الشخصيات، خلق هذا الفضاء بمزاجه اللوني الحسي، بمزاج دلاله الشخصيه لوين بدنا نروح فيها. خلينا نقول مثلا وانا عم احكي على واحد سيء الطباع، غاضب، قديش بدي بترتيب بمزاج المكان في نوصل هي الحاله بلا ما نقول دغري مباشره بالشخصي انه انتبهوا هذا الشخص كذا كذا، بنقولها بهذا المزاج ببيئه الشخصيه. ايضا كمان خلينا نتذكر انه حضرتك استاذ بالسينوغرافيا المسرحيه، هذا الفن اللي بيخلق تناغم فني بين عناصر يعني متنوعه حسيه حركيه واوقات جسديه على خشبه المسرح. خلينا نحكي عن تجربتك بالسينوغرافيا المسرحيه وشو اللي اضافته هي التجربه على مسارك الفني. لأن السينوغرافيا ومسرح، فبنا نرجع للتأسيس المفهوم، مفهوم السينوغرافيا سابقا كان اسمه ديكور،
بالموروث تبعنا، ما بنشوف غير ديكور، حتى الموروث العالمي. مفهوم السينوغرافيا طلع بالعالم بخمسينيات القرن الماضي بفرنسا، طلع مفهوم السينوغرافيا، صار دور السينوغراف أوسع بكثير مما كان هو سابقا. السينوغراف صار هو المخرج البصري، أخذ شوي جزء من دور المخرج أنا ما بينه يعني. يعني عندهم هلأ بفرنسا بنشوف في عروض عم تنعرض، ما عاد في مخرج، في سينوغراف، في دراماتورج، هدول الاثنين هن حوامل العرض المسرحي. فالسينوغراف هلأ حاليا إذا بنشوف ما هي السينوغرافيا، هي فقط عناصر العرض المسرحي، هي ديكور وأزياء ومكياج وألوان ومؤثرات صوتية، لا هي كمان ميزان طيب سين حركة. طيب الفكرة لمين بترجح أكثر أستاذ نزار، للمخرج ولا للسينوغرافي؟ للمخرج، ما زلنا نحن بزمن المخرج، شئنا ما بينا ما زلنا بزمن المخرج. مثل ما قبل زمن المخرج كان زمن مدير الفرقة، سابقا بالمسرح كان في شيء اسمه مدير فرقة، ما كان في مخرج، هو يجمع الممثلين والنص حتى يتدخل بالنص و بعدين ظهر المخرج المميز اللي عنده رؤية فنية. الآن يظهر السينوغراف بشكل أو بآخر، هو أنواع حسب النوع، في أنواع لا تحتمل السينوغراف، دور السينوغراف الواسع، في نوع من عم نقول كلاسيك، عم نقول مودرن، عم نقول مسرح عبث، حسب النوع، حسب حالي بنوظف التي تحتاج بنوظف عمله. يعني اليوم نحن كثير سعيدين بوجودك معنا. قبل ما نختم بدنا نعرف شو الجديد يلي عم بتحضر له استاذ نزار. والله عم برجع للنحت حاليا، في ملتقى قريبا رح يكون غالبا كل سنه، عم تقريبا كل سنه عم شارك بملتقى، ملتقى نحت، وعم حضر بالمرسم تبعي اعمال نحت. نحن بانتظار الاعمال أكيد الحلوه ان شاء الله. وما زلت بالمعهد عم ندرس بالمعهد، نتابع المسرح والنحت، لانه هن الفنون الكبرى بالاخر، ابو الفنون المسرح والنحت، هو من الفن الثالث بالعالم يعني. اكيد بالختام بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح استاذ نزار، وشكرا لك. شكرا جزيلا، رمضان كريم. شكرا، نور صباحنا. شكرا لوجودك معنا.